السلام عليكم، معكم ياسر العليمي من برنامج حوارات سينمائية. ضيف حلقتنا اليوم هو المخرج والكاتب السينمائي فهد الكواري. يا أهلا ومرحبا فيك أخوي فهد، طبعا عزيز وغالي. فهد، حبيتك تكلمنا شوي عن بدايتك في مجال السينما ورحلتك يعني في السينما، من أول فيلم شلون بديت لين اليوم. والله أول فيلم صراحة مثل ما يعني أنا متأكد أن أغلب صناع الأفلام مروا بنفس المرحلة، أن أول فيلم دائما يفشل. فأول فيلم اشتغلت عليه أنا يعني شفته بصراحة، أنا كان عندي اهتمام بالأفلام من زمان بس كمشاهد، لكن الواحد ما يتصور أن يوم من الأيام ممكن تشتغل في هذا المجال بحكم أن المجال ما كان موجود محليا. فبدايتي انا يعني اول فيلم انا سويته كان حق ماده الانجليزي لما انا كنت في اول ثانوي اعتقد. كان عندنا مشروع كرييتيف رايتنج، وقررنا انا وزميلي في الصف ان بما ان مشروع كرييتيف وشي ليش ما نكتب قصه ونصورها مع بعض ونسوي جروب بروجكت. ففعلا كتبنا قصه، يعني تعرف فيها لو كتبنا قصه شيء اي كلام مشهد اكشن وكذي، ف كتبناها مع بعض. زميلي كان هو اللي مثل وأنا اللي صورته. توافقنا فيه الحمد لله، أخذنا درجة زينة، لكن يعني سينمائياً ما أعتبره فيلم، أعتبره يعني أول تجربة لي مع كاميرا تعرف. لكن من بعدها بديت دخلت يعني في مجال كتابة، أكتب قصص قصيرة وهالأمور لما دخلت الجامعة. في الجامعة كان أحد الدكاترة اللي درسني بروفيسور جيسي أولمر حفزني وايد في موضوع الكتابة، يقول لي فهد كتابتك جيدة، اشتغل على الموضوع أكثر، انشر، حاول تشارك في المسابقة. وفعلا يعني خدت نصيحته وشاركت في المسابقة للكتابة القصيرة، صارت في QF والحمد لله قصتي فازت بالجائزة الأولى في المسابقة، وهالشيء أعطاني دافع أكثر. في نفس الوقت يعني احنا قاعدين نتكلم عن 2009 2010، كانت بدايات مؤسسة دوحة الأفلام، فكان في شيء ممكن تطلع لأنه بتبدأ عندنا صناعة سينما، يمكن هاي مكان أقدر أوظف فيه اهتمامي بالسينما، ممكن أقدر أنمو أكثر، ممكن يصير مجال عملي في النهاية. أنا طبعا يعني درست تصميم في جامعة فيرجينيا كومنولث، فما كنت بعيد بحكم أن المجال فني وهالأمور. كثير من مشاريعي على الرغم من أنها مشاريع كانت في مجال التصميم، كان دائما فيها زاوية لها علاقة بالسينما، بالصورة، بالقصة، بهالأمور. وفي نفس الوقت حاولت قد ما أقدر أن أخذ work experience في مجال السينما، فأخذت internships، اشتغلت حزتها معه، اشتغلت مع مؤسسة دوحة الأفلام كمتطوع في المهرجان وخارج المهرجان. اشتغلت مع إنوفيشن للأفلام في ذيك السنين، اشتغلت مع يعني جاتني فرصة الحمد لله من خلال مؤسسة دوحة الأفلام إني أشارك في فيلم ديريلكتنت فاندمنتالست من إخراج ميرا ناير، كان التصوير بين الهند ونيويورك، وأنا كنت معاهم في الأرت ديبارتمنت كإنترن في المدة اللي كانوا يصورون فيها في الهند. فهني بديت يعني أشوف أنه ممكن هاي مجال أنا أحترف فيه بحكم خلفيتي كمصمم، ممكن أدخل في مجال تصميم مواقع التصوير وهالأمور. والحمد لله توظفت في مؤسسة دوحة الأفلام من سنة 2014، وما زلت أشتغل هناك يعني لما الناس تسألني انت تشتغل في مسدح هالأفلام، يعني مسماي الوظيفي هو أخصائي تدريب وتطوير، لكن دائما أقول لهم يعتمد أي وقت من السنة، لأن أحيانا أشتغل في وقت المهرجان، أشتغل على مهرجان أجيال السينمائي مع الفريق، في الأوقات اللي عندنا تصوير أشتغل في مع وحدة الإنتاج على تصميم مواقع التصوير، لكن دوري الأساسي في التدريب والتطوير. بعد الحمد لله يعني من خلال مسدح الأفلام حصلت الدعم إني أكمل دراستي الماجستير، ورحت درست في بريطانيا ماجستير دراسات سينمائية جامعة جولدسميث، وما زلت يعني أنا أعمل في مسدح الأفلام
في مجال التدريب والتطوير. والله that's very interesting فهد. ذات يوم قلت لي عن الانترنشيب اللي دخلته في فيلم The Reluctant Fundamentalist. يعني شو اللي ممكن شو اللي تعلمته من التجربة هذه اللي مثلا شيء تعلمته هناك جديد شفته ما موجود عندنا وجبته وطبقته في الدوحة في الأفلام؟ والله شوف، واحد من الأشياء اللي صارت هناك إنه أنا رايح كمتدرب جي الزعبوط، الناس كلهم أخصائيين ولهم سنين خبرة و... I'm a nobody يعني هناك. فأول ما رحت كنت مزهرية، تعرف ما في لي شغل حقيقي، قاعد أتفرج. فحاولت قد ما أقدر أني أشوف طبيعة شغلهم، وحاول قد ما أقدر أني أدخل نفسي في الأمور عشان أحاول أكتسب خبرة عملية بعد. فكان صعب جداً أن أشتغل هناك بيدي بحكم أني يعني متدرب، مش الكل يثق فيني. في ناس تقول لي روح شاي، ناس تقول لي روح أنقل أغراض، ناس تقول لي أنزل أشياء من التراك، من التراك. لكن ما اشتغلت بشكل فعلي في الأرض ديبارتمنت، لين ما يوم من الأيام كنت أسمعهم يتكلمون أن في ميتينج في المكان الفلاني هاي شيء، ورحت والله درعمت، رحت حضرت الميتينج. كانوا قاعدين يتكلمون عن تصميم، يعني كان في المراحل النهائية من التصميم بحكم أننا بنصور إحنا، يعني كان كل شيء جاهز تقريبا. لكن كانوا يتكلمون عن تجهيز لوكيشن شقة شخصية اسمها بوبي. فهم قاعدين يسولفون وأنا دخلت في السالفة حكم، يعني قلت أن أنا يعني خلفيتي في التصميم ما بخطأ، يعني لو بقول لهم شيء بقول لهم بحكم أن هاي مجال دراستي. فقمت أعطيهم بعض المقترحات وهالأمور، وشي يتفسر علي يسألوني أنت من؟ والله فهد الكواري متدرب هني، يعني موجود واستغل وجودي. If there's anything I can do, if I can help, if I can be useful, just let me know. هلا؟ That took a lot of courage. والله otherwise ما يعني otherwise ليش أنا رايح مزهرية؟ فلازم يعني إذا الحياة فتحت لك فرص تحاول تستغل هاي الفرص، أنا ما تدري إذا بتجيك فرصة من هالنوع مرة ثانية ولا لا. ففعلا قالوا لي زين احنا عندنا لوكيشن، وهو لوكيشن كان انه مكتب، والمكتب هاي تصير فيه عمليات خط. ف اللوكيشن احنا ما بندخل داخله، بنشوف المشهد من برا، الباب مفتوح على المكتب داخل، والتصوير في الشارع برا. المكتب اعطوني اياه تمام، قالوا لي اشتغل عليه بحكم انه يعني في الخلفيه شيء. ففعليا الميزانيه اللي كنا نشتغل فيها هناك عشان نبني موقع تصوير هي اللي احنا نعتبرها في الدوحه ميزانيه عاشر، تعرف يعني الميزانيه كانت جدا صغيره، لكن بحكم ان احنا قاعدين نشتغل في الهند هاي الميزانيه ممكن تغطي التكاليف. فكنا نطلع نروح ندور خشب، كنا نسال المصور السقف بيبين في الشوت، عندكم الستوري بورد، نشوف الستوري بورد، اذا السقف ما بيبين ما اشتري عمود حق الستاره، كنا نضربها بمسامير في السقف وخلاص. اي فتحاول قد ما تقدر انك تنفذ العمل، يعني يكون اللوك صح بارخص طريقه ممكنه. هاي يمكن اكثر درس فاليبل تعلمته هناك في الهند. الشيء الثاني احنا يعني بحكمنا نشتغل افلام قصيره في الدوحه، والاندستري تو يعني جديد. مثل ما أقول وليد اللحظة، إندستري جديد جدا، ما في فرق العمل الكبيرة أو إمكانيات الاستوديو وهالأشياء. يعني إحنا قاعدين نتكلم عن متى كان هاي، يمكن 2011 كنت أنا في التصوير هناك قبل 9 سنين. فيعني حتى الحين الإندستري في الدوحة تطور بشكل كبير عن ما كان قبل 2011. ففعليا يعني ما كان في برودكشن حقيقي بحجم حقيقي في الدوحة. فأنت تروح هناك تلقى نفسك في أر ديبارتمنت في تقريباً 100 شخص، وناس تشيل وناس تحط وناس تروح. هني فيلم كامل 5 أشخاص 6 أشخاص يشتغلون عليه في ذيك الفترة، تعرف كان الإنتاج متواضع جداً. وما ما هني في أفلام الديو بي يشتغل ديكور والديكور يشتغل إضاءة. إيه يعني ما في أدوار محددة، اللي يقدر يساعد وانتهى الموضوع. لكن هناك لا، كانت الأدوار متخصصة أكثر. يعني واحد من المشاهد اللي غيرت منظوري للسينما، كنا إحنا قاعدين تصوير مشهد داخلي
والتصوير كان حزت الظهر تقريبا، لكن احنا اشتغلنا في هالمشهد الداخلي لين يمكن الساعة 10 في الليل او شيء، يعني تمينا في هاي اللوكيشن مدة طويلة يمكن 8 ساعات. فانا شغال داخل، انا كنت داخل اللوكيشن زين، الشمس غابت وانا ما لاحظت انها غابت، لان للحين داخل عندنا نهار، حاطين اضاءة برا ومسوين سيت اب ورفلكترز وما ادري شنو من قبل، يعني حتى لما كنا احنا نصور في النهار احنا ما كنا معتمدين على نور الشمس اصلا، وانا ما ادري، انا مش ملاحظ، تعرف يعني ما كنت انتبه على هالامور، كنت توني جديد. فكنا قاعدين نصور هاي شيء وخلصنا التصوير، انا ما لاحظت مرور الوقت، يعني كان في مخي اشتغلنا يمكن 4 ساعات، ما مستحيل بالنسبه لي ان الشمس غابت برا. تعرف خلصنا ايه، احنا داخل، تعرف ظهر، احنا الحين داخل الظهر، اتسراب خلصنا طلعنا برا، الا تشوف الشمس غايبه ليل، احنا كم ساعة صار لنا، ايش السالفة؟ تعرف؟ فرحت شفت السيت اب اللي مسوينه من عند رايش وفجر مخي، تعرف؟ كمية الإضاءة والقماش اللي شادينه عشان ديفيوجن وريفلكترز وما ادري شنو، ومسوين سيت اب كامل ان احنا داخل عندنا شمس، سواء برا في شمس ولا ما في شمس ما يهم، تعرف احنا شغالين، مش الشمس اللي بتوقفنا يعني، تعرف شغالين. ف البرودكشن هاي فتح عيني على اشياء كثيرة، من حجم الإنتاج، من إمكانيات الإنتاج، يعني ضخامة إنتاج الأفلام. يعني كانت ستينا أيام نشتغل 20 ساعة في اليوم، ما كان يمديني أرجع الفندق أبدل أتسبح وأكل وأرد أطلع مرة ثانية، ما كنا ننام. الله يعافيك. فتعرف إنتاج أعمال بهالحجم فتح عيني على وين ممكن إحنا نكون بعد 10 سنين، وين ممكن إحنا نكون بعد 20 سنة، شنو إمكانيات الإنتاج اللي المفروض نطمح لها. هاي الشيء الثاني اللي تعلمته هو اللي أنا أعتبره يمكن أكثر درس فاليبل، أن أنت تحاول قد ما تقدر أنك توصل اللوك اللي الفيلم يحتاجه بأرخص قيمة ممكنة، مش شرط لأن أنا في مخي والله هاي الشقة معناته أنه لازم الستارة تكون موجودة وتشتغل كأن إحنا في شقة حقيقية. إذا الممثل ما بيتعامل مع الستارة مش لازم تفتح، اضربها بمسامير في السقف وانتهى الموضوع، تعرف. فأشياء من هالأمور، إن شلون تقدر توصل اللوكن فيل بأرخص سعر ممكن، هو يمكن أكثر شيء أنا استفدت من خلال هاي التجربة. ياسر أنت سألتني الحين إيه، مرت عشر سنين. أنا أشوف إن الإندستري عندنا اليوم في الدوحة في مكان مختلف تماماً عن ما كانت عليه قبل 10 سنين. يعني ما بقول لك إن قبل 10 سنين ما كنا ننتج أفلام كلش، والحين قمنا ننتج أفلام، لا، للحين يعني ما زال الإنتاج متواضع، ما زالت الإمكانيات متواضعة. عندنا الحين دوحة فيلم إنستيتيوت، فيلم هاوس، إنوفيشن أفلام، كتارا ستوديوز، جنجر كامل، عندنا شركات إنتاج أكثر، لكن ما زال أغلب الإنتاج هلا سلرت صح، لكن إيه، لكن ما زال الإنتاج أغلبه في المجال الدعائي، في مجال التلفزيون. للحين ما صارت عندنا صناعة سينما حقيقية، ولكن اللي تغير في هالعشر سنين إنه صار عندك ناس في المدرسة يقول لك أنا اللي كبرت أبي أصير فيلم، وهاي this is أهم شيء إنه أنت قبل 10 سنين لو تيني تقول لي فهد بتشتغل في الإخراج بقول لك مستحيل، إحنا ما عندنا هاي الطموح. في هالعشر سنين اللي فاتت صار هاي الطموح موجود، وهاي أهم شيء، لأن أنت تبي تمكن الجيل الجاي إنه يقدر يكمل على الخطوات اللي الحين، يعني مثل ما تقول إحنا قاعدين نزرع بذور الحين، قاعدين، ما بقول لك إحنا نحاول نبني إندستري، قاعدين نزرع بذور، قاعدين نسوي الأرض خصبة عشان تنبني فيها إندستري في المستقبل. فالشيء الأساسي اللي تغير في العشر سنين اللي فاتت هو أن الطموح أن أنا ممكن أشتغل في مجال السينما صار موجود، وهاي أهم شيء. لأن شنو المانع أن في دول الخليج بالذات، ما أتكلم عن قطر، دول الخليج ما صار في فيلم إندستري، مع أن التلفزيون صار له عقود ويسوي مسلسلات. والله شوف، هاي سؤال في وايد أبعاد معقدة، يعني ما بنقدر نجاوب عليه بشكل بسيط، لكن بعض الأبعاد اللي تأثر على هالموضوع هي أن تكلفة إنتاج السينما مقارنة بإنتاج التلفزيوني
اعلى اعلى بكثير، خصوصا ان الانفراستراكشر حق التلفزيون موجود، الاستديوهات موجوده للتلفزيون، لكن الاستديوهات السينمائيه انت تحتاج تبنيها من الصفر. يعني عشان تبني اندستري تحتاج استثمار بمليارات، فهالشيء بياخذ وقت اطول. هاي الشيء الاول. الشيء الثاني سؤال السوق، هل انت عندك سوق يكفي انك تبني صناعه سينما مستدامه محليا او اقليميا يعني في الخليج؟ لما تتكلم عن السينما في مصر، مصر شعبها ملايين، فلما تنتج فيلم اكيد بيلقى له جمهور، لكن في الخليج هل الفيلم بيلقى جمهور؟ هاي سؤال ما ندري، ممكن ايه ممكن لا. لكن انا اشوف ان هاي ممكن احد العوامل اللي تضيف ريسك على الموضوع. لما تقول حق حد انت بتستثمر في السينما، هاي ريسك فاكتور، انه يقول لك ممكن افلام ما تلقى جمهور، ممكن انا ما ادخل ريتيرن على الانفستمنت مالي. فهاي الريسك ممكن يكون عامل في ناس السينما ما في سينما خليجيه. يعني انا اشوف ان الخطوه المنطقيه لبناء سينما في المنطقه، مش البناء صناعه سينما يعني في المنطقه، مش ان كل دوله تفكر بنفسها بشكل مستقل. ما تقول والله سينما قطريه او سينما كويتيه او سينما سعوديه او سينما عمانيه او المفروض انه يكون في نوع من التعاون المشترك. انت تبني سينما خليجيه بحكم ان احنا يعني نشارك في ارث ثقافي واحد. صحيح يعني لنا اختلافاتنا، مش إنه ما لنا اختلافاتنا الثقافية of course، لكن نتكلم نفس اللغة، نتشارك تاريخ واحد بشكل أو بآخر. على الرغم يعني من إنه أكيد يعني في خلافات ممكن تكون اجتماعية، خلافات ممكن تكون سياسية، لكن في نهاية المطاف أنا أشوف من وجهة نظري إن الخطوة المنطقية لبناء صناعة سينما مستدامة هي أن نشتغل مع بعض. وهاي الشيء اللي صار لما بنوا حجر الأساس للتلفزيون. يعني لما تكلم عن شركة الإنتاج البرامج المشتركة دول مجلس التعاون الخليجي، لما صار هاي التكاتف الخليجي، لما الناس قامت تأخذ من خبرات بعض، لما الناس قامت تتشارك من المصادر مع بعض، قدروا يبنون صناعة التلفزيون مستدامة. وحجر الأساس اللي بنوه أنا ذاك للحين هو اللي إحنا نستخدمه عشان ننتج التلفزيون. الاستديوهات اللي انبنت في ذاك الوقت للحين إحنا نستخدمها، المصادر اللي بنوها في ذاك الوقت، النجوم اللي انولدوا في ذاك الوقت للحين نشوفهم في شاشة التلفزيون. فأنت كل اللي عليك أنك تبني حجر أساس لصناعة سينما مستدامة، والأعمال بتهي الأعمال بتستمر. يعني دول الخليج دول يعني نسبيا صغيرة، وأعداد شعوبها نسبيا صغيرة. الموضوع مش بس موضوع سوق أو مشاهدين، الموضوع أيضا موضوع مواهب. يعني الموهبة ترى نادرة. صح الكل يقدر يتعلم شغلة تقنية وهالأمور، لكن مش الكل عند الميول. تعرف أنت دور الميول، دور الموهبة، ينتهي فيك المطاف أن كل دولة من دول الخليج بيكون عندها مصادر إبداعية نسبيا صغيرة. يعني عشان تبني صناعة سينما مستدامة، يمكن تضطر تجيب والله كاتب من السعودية، أو مصور من قطر، مهندس صوت من عمان، ممثلين من البحرين، لأن ما بتكون يعني يمكن الدولة الوحيدة اللي ممكن يكون عندها القدرة أن تبني إندستري مستقل. أجن في سؤال كبير على هل السوق موجود ولا مش موجود. يمكن السعودية بحكم أن شعبها كبير، لكن كدول خليج كمنظومة خليجية أتوقع هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نبني صناعة سينما مستدامة. يعني الحين كان في تجارب طبعاً في الدوحة، اللي هي فيلم عقارب الساعة ومرأة في زمن الحصار، لكن ما أثرت، ما سوت لها، ما كان لها أي تأثير يعني في الاندستري في قطر بالذات. يعني إلا يوميات مثلا مؤسسة الدوحة الأفلام، وقامت تحط مشاريع اللي هي الدعم ومشاريع التمويل للأفلام. هني صار في يعني سنوياً قمنا نشوف 10-15 فيلم قطري منتج في الدوحة. يعني شوف يعني المشكلة في الأفلام اللي يعني بسميها هاي أفلام مستقلة، المشكلة بهالأفلام المستقلة إنه بحكم إنه ما عندنا كوادر أو خبرات، وبحكم إنه أغلب الكوادر اللي موجودين كوادر يعني تطورت وبنت في فترة ما قبل الغزو في الكويت. تعرف يعني اغلب
قدرات الإنتاجية كانت تطلع من هناك، الناس كانت تروح الكويت، كانت تروح مصر تدرس. فالمعايير معايير الإنتاجية نوعا ما قديمة، ما تخاطب المشاهد الحديث، ما في إنتاج سينما معاصر حقيقي تعرف يعني. حتى الأعمال اللي موجودة أعمال يعني مثل ما تفضلت عقارب الساعة مثلا أو امرأة في زمن الحضارة، أعمال تقنيا ضعيفة، مش بس ضعيفة وقديمة، ما تخاطب المشاهد الحديث، ما لها، ما بتلقى جمهور، مستحيل تلقى جمهور هالأفلام. كل مجال، مش بس مجال السينما، أي مجال تشتغل فيه، مجال نوعا ما إبداعي أو تقني، أنت لازم قد ما تقدر تحاول أنك تواكب التطور اللي قاعد يصير في التكنولوجيا المتاحة، في المدارس الفكرية اللي قاعدة تنولد، وتحاول تجدد من نفسك، تحاول تطور من نفسك. لأن إذا مرت مثلا 3-4 سنوات أنت ما اشتغلت على عمل، أنت خلاص صرت ما تقدر تقدم شيء حكي المشاهد الحديث. إذا أنت مش قاعد تشتغل على نفسك، مش قاعد تطور من نفسك باستمرار، أسلوبك بيصير قديم، لغتك البصرية بتصير قديمة، حوارك بيصير قديم. فهاي جزء من المشكلة. جزء من المشكلة أنه يعني ما عندنا، يعني صح عندنا مؤسسة مثل مؤسسة دوحة الأفلام، لكن ما عندنا مكان أكاديمي، ما عندنا مثلا جامعة. عندنا نورث ويسترن وفرجينيا كومنولث يدرسون مثلا الإعلام والفنون، عندنا برنامج مسرحي. ما عندنا مكان يعني جامعة متخصصة في هالمجال. ما عندنا تخصصات مثل كتابة السيناريو، الدراما، التمثيل، التصوير السينمائي، هندسة الإضاءة، هندسة الصوت. تعرف مش قاعدين احنا نصنع مواهب جديدة، تعرف قاعدين نصنع بشكل أو بآخر تطلع لصناعة السينما. مثل ما قلت لك، صارت الناس تطمح إنه والله أنا بأصير سينمائي، لكن إذا ما سافر برا عشان يحصل هاي التعليم، إحنا محليا مش قاعدين نصنع هاي المواهب، مش قاعدين نستثمر في هاي المواهب بشكل أكاديمي. صح، بالذات إن هني دائما يصير في خلط بين الإعلام، مثلا يقول لك بروح أدرس إعلام، والسينما نفس الشيء. بس ما الناس يعني معظم الناس ما يدرون إن مجال السينما هو أكبر من مجال الإعلام، لأنه يجمع كل هالأمور كلها. يعني شوف، هي يعني تختلف من ناحية الأبروتش. إذا أنت إعلامي أو سينمائي، يعني إذا أنت إعلامي ممكن أنت اهتمامك يكون في الإذاعة، ممكن أنت اهتمامك يكون في الإعلانات، ممكن أنت اهتمامك يكون في أشياء في الصحافة مثلا. هالأمور مش شرط تكون سينمائية. فإذا أنت تبي، يعني مش أي شخص يتخرج من الإعلام ممكن يكون كاتب سيناريو جيد. أنت تحتاج تخصص كتابة سيناريو عشان تبني هاي المواهب. مش أي شخص تخرج من الإعلام ممكن يكون مصور جيد أو مخرج جيد. تحتاج برنامج متخصص في الإخراج، برنامج متخصص في التصوير، في هندسة الصوت، عشان تبدأ تطلع هاي الوظائف. لأن هاي الوظائف صح أن جزء كبير منها إبداعي، لكن جزء كبير منها أيضا تقني. وإذا ما عندك أنت تمكن من الحرفة التقنية، إذا حتى لو عندك فكرة جيدة ما بتقدر توصلها بشكل جيد. وهاي شيء نشوفه كثير في أفلام محلية، تلقى أن الفكرة على ورق فكرة قوية، لكن لما يطلع العمل في النهاية يكون عمل ضعيف، لأنه تقنيا مش جيد، ما في درجة يعني sophisticated من 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 الفن، أو ما في قيمة فنية عالية، أو ما في استخدام يعني sophisticated حق اللغة البصرية. يعني تحتاج تعزز الأشياء التقنية هذه في المواهب الجديدة. ففي في 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 ظل غياب جامعة متخصصة في هالأمور، يعني أماكن مثل مؤسسة دوحة للأفلام، إحنا نسوي اللي نقدر عليه. تعرف نحاول نوفر ورش تقنية، نحاول نوفر ورش إبداعية، عندنا برامج تدريبية طول السنة، لكن إحنا مش جامعة، إحنا ما نقدر، يعني ما نقدر نفرغ الإنسان عشان
يحضر هاي الورش تعرف، لكن لو إنسان كان طالب جامعي هذه حياته الجامعية، 4 سنين من حياته متفرغة عشان يتخصص في هالأمور. لكن إحنا لما نوفر ورشة ويك والله طالب جامعي يقولك أنا ما أقدر أحضر لأن عندي كلاسات، عندي assignments، عندي أشياء، إحنا ما عندنا القدرة، إحنا مش جامعة تعرف، يعني الواحد ما بيفرغ وقته لنا، إحنا مش ما نقدر نكون خطتها لأربع سنين بحكم إنه عنده جامعة وعنده وظيفة وعنده أمور. فإحنا في ظل غياب مؤسسة جامعية تتخصص فيها الأمور، إحنا قاعدين نسوي اللي نقدر عليه. صح، يعني شوف في شغلة مثلاً يوم أنت كنت تتكلم أنت على أن الأساليب قديمة ما تتحاور، ما تقدر تحاور المشاهد الحديث. نسيت السؤال. صدق هاي بقصة نسيت السؤال. صدق lost my train of thought. لا لأن كان بس في شيء ياسر أبي أضيفه، إن يعني إحنا الحين البرامج اللي نقدمها في مصطلح الأفلام نحاول قد ما نقدر إنها تكون برامج متنوعة، برامج متخصصة، يعني قاعدين نستثمر في إن نجيب ناس من برا، مثل ورشة الأفلام الوثائقية اللي نسويها بالتعاون مع المخرج رتيفان، نجيب متخصصين، يعني عندنا ورش كتابة سويناها، نجيبنا ناس من بيكسار، فقاعدين نشتغل مع مؤسسات عالمية، طرشنا ناس لافيميس في فرنسا عشان يشتغلون على نصوصهم، فقاعدين نبني، نحاول نملأ الفراغ اللي موجود في غياب جامعة متخصصة في هالأمور، نحاول قد ما نقدر نملأ الفراغ. ومثل ما قلت لك يعني تأثير وجود المؤسسة في العشر سنين اللي فاتت واضح، لأنه في الجيل الجديد تلقى ناس تقول لك والله انا اللي كبرت ابي اصير مخرج، هاي طموح ما كان موجود قبل 10 سنين بالشكل اللي هو موجود فيه الحين. على طاري فهد، مثلا جمهور، احنا ما عندنا جمهور، في نزل فيلم من فتره، نزل كان من دعم مؤسسه دوحه الافلام، سبب ضجه، وفيلم اللي هو نادين لبكي كفرناهم. ايه كفرناهم. المشكله اللي سبب الضجه يعني ناس في قطر على فيلم مو معمول انه في القصه مش في قطر اصلا، قصه في لبنان عن المجتمع اللبناني، عن احداث صارت في لبنان. المشكله الناس هني احتجوا وقالوا والله ليش احنا هالامور ما تمثل، زين انتم ايش لكم خص في الموضوع؟ يعني شنو يعني هل تتوقع ان هذا الشيء ممكن يصير لو انه صار في فيلم قطري ثاني ما تقول يعني شو أقول لك؟ لو كان موضوع حساس أو شيء. إيه حساس. شوف أنا الحين أنا قاعد أكلمك الحين كفهد الكواري، إيه. ككاتب مخرج، مش قاعد أكلمك نيابة عن مؤسسة دوحة الأفلام. أنا إيه ما أقدر أرد على هالسؤال من وجهة نظر مؤسسة دوحة الأفلام. إيه. فبجاوب إيه. من وجهة نظر فهد. إيه. إيه من وجهة نظري أنا المجتمع يعني في نهاية المطاف مجتمع محافظ. ومجال السينما مجال جديد نسبياً، لكن اللي نوعاً ما يزعجني في هالموضوع أن الناس ما عندها مشكلة تقرصن أفلام وتنزلها بشكل غير قانوني وتشوفها في البيت، وأحياناً الأفلام هاي فيها مشاهد عنف، فيها مشاهد يعني عليها رومانسية غير لائقة، ما عنده مشكلة إذا الفيلم أجنبي، لكن إذا الفيلم عربي وكان يناقش قضايا مهمة مجتمعياً في الوطن العربي الواحد ممكن يتحسس، لأن أنت قاعد تحط صبعك على الجرح، تعرف؟ قاعد تقول له أنت مشكلتك كذا، هاي مشكلتك أنت كمجتمع، هاي مشكلتك أنت كفرد، هاي خطأك، فطبيعي أن الواحد بيتحسس. لكن لما يشوف عمل غربي ما يحس انه ان هاي العمل يمثله او هاي العمل يعالج مشاكله، فطبيعي ان الانسان بيتحسس لما تقول له واجه مشكلتك. السينما عندها القدره انها تمسك مراه قدامك تقول لك شوف واقعك، هاي واقعك، هاي وظيفه السينما، تشالنج اند بروفوك. اي يعني مش شرط ان شوف المشكله ان حكم ان مثل ما قلت لك يعني الفكر الانتاجي عندنا شوي قديم،
فدائما يسألك شنو الرسالة، شنو الرسالة، شنو ليش يعني أنت قاعد تصنع سينما، أنت مش قاعد تصنع إعلان، تعرفنا مش قاعدين نسوي، مش قاعدين نسوي سلامتك، تعرف يعني سلامتك عمل توعوي ويقول لك إنه هو عمل توعوي وفي رسالة في النهاية، لكن السينما مش شرط تكون عمل توعوي، السينما السينما فيها نوع من الفلسفة، فيها نوع من المعالجة الاجتماعية، فيها فيها يعني مجال مختلف كليا. فلا تروح تسأل الإنسان تقول له والله شنو رسالة هاي الفيلم. مارشال مكلوين المفكر الكندي يقول لك the medium is the message، أنت لا تسألني شنو رسالة هاي الفيلم، لأن الفيلم نفسه هو الرسالة. يعني التأثير الحقيقي على المجتمع ما بيكون من خلال رسالة الفيلم. يعني لو في فيلم يقول لك والله يا ياسر صير إنسان أحسن، هاي ما بيأثر عليك بشكل مباشر، لا والله أوكي الفيلم قال لي أصير إنسان أحسن أنا بصير إنسان أحسن، لا، هاي اللي بيأثر على حياتك هو الإنتاج السينمائي. يعني أنا قاعد أتكلم شوي يعني أشياء أبستراكت، بس خلنا نأخذ المصباح الكهربائي كسبيل المثال. هاي المثال اللي تكلم عنه مارشال مكلوين، المصباح الكهربائي شنو رسالته، شنو رسالة، شنو هدف المصباح؟ هدف المصباح أنه والله إنارة، تعرف شغلة عشان أشوف بس إنارة. لكن اللي ترتب على وجود المصباح هو الشيء المهم. شنو سوى المصباح؟ المصباح مدد ساعات اليوم، صار الإنسان بدل ما يشتغل، يعني من وجهة نظر يعني رأسمالية وإنتاجية، صار الإنسان بدل ما يشتغل في اليوم مثلا 6 ساعات لما تغيب الشمس، صار يقدر يشتغل 10 ساعات، 12 ساعة، صار يقدر يشتغل 15 ساعة في اليوم. فالقوة الإنتاجية تضاعفت من بعد اختراع المصباح، تعرف؟ فالمصباح نفسه غير العالم، مش ال يعني حين لما تيجي تسأل هالسؤال عن السينما، السينما نفسها هي اللي قاعدة تغير العالم، هي الرسالة، هي اللي بتأثر، الصناعة نفسها هي صاحبة التأثير، بغض النظر عن إذا كان في رسالة هادفة ولا لا، العمل نفسه هو اللي بيغير طريقة تفكيرنا، تعرف؟ يعني يعني شنو اللي غير العالم؟ بوست معين في منتدى عن مشكلة اجتماعية ولا الانترنت نفسه؟ شنو اللي بغض النظر عن شنو المواضيع اللي موجودة، شنو المواضيع اللي الانترنت ممكن يناقشها، الانترنت نفسه هو اللي غير العالم. فمن نفس المنطلق السينما بتغير العالم مثل ما المصباح غير العالم. فاحنا المفروض ما نسأل نفسنا شنو والله رسالة هاي الفيلم بالتحديد، لا، شنو رسالة الفيلم السينما بشكل أكبر. ولازم ما نحارب السينما بغض النظر، لو كان في رسالة في فيلم معين أنا ما اتفق وياها، ما في داعي أنا أروح أحارب السينما ككل، أقول لك لا إحنا ما نبي إنتاج هاي الأشياء ما تمثلنا ما أدري شنو. لأن لازم أسأل نفسي شلون ممكن، شنو بغض النظر إذا أنا اختلفت مع هالفيلم ولا لا، هل وجوده بيثري حياتي؟ هل وجود صناعة سينما بتأثر علينا بشكل إيجابي؟ والإجابة طبعا نعم. تعرف يعني أنا ما بروح أسكر الإنترنت لأن والله في مقال اختلفت وياه، ليش؟ لأن الإنترنت يغير حياتي، يأثر، يسري حياتي. فمن نفس المنطلق السينما إيه؟ نفس يعني تعقيبا على كلام أنت قلته، التلفزيون في الإنتاج قبل يعني بداية الثمانينات التسعينات لنهاية 2000 في قطر كانوا يسوون مسلسلات، لو تلاحظ كانت مسلسلات تكون أول شيء محافظة وعقب شوي تبدأ تتحدى الجمهور بتراويهم مشاكل موجودة في المجتمع، وصارت ضجة على بعض المسلسلات إن لا إحنا ما عندنا كذي، لا إحنا ما يصير عندنا كذي، لا إحنا مش عارف إيش. وبلين صار الحين مسلسلات لو تلاحظ الخليجية خلاص تتقبل إن إيه المشاكل موجودة، الناس إن المشاكل فعلا موجودة وكان يناقش. إيه بس الحين للحين تلقى ناس يقول لك والله العمل الفلاني ما يمثلني، الفيلم الفلاني ما يمثلني. أوكي مش لازم يمثلك، مش لازم يمثلك، يعني المخرج والله عنده فكرة يبي يناقشها، سواء مثلتك ولا أنت منو عشان تبي العالم يوقف على شنو اللي يمثلك وشنو اللي ما يمثلك. ترى يعني مش في نهاية المطاف
الأعمال الفنية ممكن تسوي عدة أشياء. الشيء الأول ممكن تحاول أن تشخص مشكلة في المجتمع وتعالجها تناقشها. الشيء الثاني توثق فترة من الزمن، هاي المرحلة اللي احنا عشنا فيها، مثلا والله فيلم عن الستينات، فيلم عن السبعينات، أو فيلم عن اليوم، فيلم يوثق مرحلة. والشيء الثالث ممكن والله المخرج عنده شيء هو يبي يقوله، لا يبي يعالج قضية في المجتمع ولا يبي يوثق ولا شيء، يبي يناقش فكرة بشكل يعني تجريدي، فيلم ارت، فيلم ممكن يكون ابستراكت، مش لازم انت كمشاهد تفهمه. فانت على اي اساس تبي الانتاج السينمائي بكبره يتوقف على انت شو تحب وشنو ما تحب؟ صح، ما عجبت له تشوف، اتس فاين عادي، مش لازم. يعني انا احس شخصيا ان هاي المشكله بدات تزيد في يعني في الاونه الاخيره بسبب وجود الانترنت، انه عطى المجال ومن منصات التواصل الاجتماعي عطى مجال ان الناس تشارك رايها وتحسسهم ان رايهم مهم. تدري شوف هاي احلى شيء، هاي احلى شيء في يعني المنصات اللي هي منصات ديمقراطيه، تعرف مثل تويتر او شيء مثل هاي، ان انت كصانع محتوى تقدر تحط العمل مالك والناس تقدر تكرهها قد ما تبي، لكن صح. في نهايه المطاف اي تقدر تكره، يعني المقياس على نجاح العمل بيكون هل في ناس شافته ولا ما في ناس شافته، هل في ناس تبي تطلب منه زياده ولا ما تبي تطلب منه زياده. وتدري مش لازم انت عملك يعجب الجمهور كلهم، تعرف صح. انت مش قاعد تصنع محتوى الجمهور، قاعد تصنع حق نفسك، انت صانع افلام تصنعها، لان اذا انت ما صنعت افلام بتموت، روحك بتضمحل بتنتهي، انت لازم تحتاج تصنع افلام. فعشان شيء تصنع افلام، عجب الناس اهلا وسهلا، ما عجبهم اهلا وسهلا عادي. صح. يعني في نهاية المطاف انت تحط منتج في السوق، اذا الناس شرته يعني يبون زياده، مش الكل بيشتري. في ناس تقول لك والله انا ما احتاجه، انا هاي ما يناسبني، اوكي مش مشكله، لا يناسبك، في يناسب ناس غيرك، لكن انت ما عن المفروض ما يكون يعني فرد معين او مجموعه افراد تكون عندها السلطه ان تسكتك، تقول لك لا انت لا تناقش هالموضوع ولا لا تسوي هالموضوع لانه والله ما يمثلني انا. انت من عشان يمثلك؟ ليش انا لازم اهتم برايك؟ صح، تعرف ايه في نهاية المجال، في نهاية المطاف ما عجبك انت بيعجب غيرك. طيب. وإذا ما عجب ولا حد، أوكي، إذا فعلًا سويت عمل سيء وكان سيء على جميع المقاييس وما عجب ولا حد، إذا أنا ما بدخل منه فلوس بتخليني أسمع عمل ثاني. يا بندر ما بيدخل في هالمواضيع. لكن إذا يعني إذا ما كان في سوق للعمل الماني، إذا أنا فشلت ماديًا، إذا ما بسمع غيره. صح. المشكلة في ناس تتحسس من هالامور، يعني في مثلا من المخرجين او الكتاب او صناع الكونتنت لما يقرا النيجاتيف ريسبونس او النيجاتيف كومنتس على الشغل اللي هو سواه يتضايق يوقف. لا يعني في ناس انتحروا. تخيل منظري انا، لو انا خلينا نفترض انا ما احب كره القدم، اوكي، تخيل منظري اقول انا ما احب كره القدم، ما تمثلني، الناس طالعين يركضون طالعين سيقانهم وكراعينهم، هاي شيء ما يمثل ثقافتي، امنعوا كره القدم، ترى شكلي بيطلع اهبل. صح. واللي يتكلم عن السينما بهالطريقه يقول والله الفيلم الفلاني ما مثلني، ترى انت بعد شكلك اهبل بنفس الطريقه، تعرف. ف يعني لا تحرج نفسك، وفي نهايه المطاف اذا شيء ما يعجبك لا تروح عادي، مش لازم، إيه مش ضروري، ما حد جبرك إن أنت تشوفه، كلش ما في حد قالك والله بطل عينك وبحلب في الشاشة شوفه غصبا عنك، لا أنت اللي اخترت، أنت رحت بطلت الفيلم وشريته وشفته وهاي وما عجبك لا تشتري، شوف من المخرج ولا تشتري شيء من أفلامه مرة ثانية إذا ما عجبك، على كيفك على راحتك، أنت لك الحرية إنك تشوف أو ما تشوف، وغيرك لا الحرية إنه ينتج ولا ما ينتج، أنت مالك خاص. بس فاير رانت على الموضوع. موضوع بصراحه يرفع الضغط بالنسبه بالذات لنا احنا، يعني لان لما تقول وايد ناس يعني تضايقنا في هالامور، فليش هالامور؟ لا يعني ترى ما حد يعني لما الناس راحت صنعت فيلم، لو انا بروح اصنع فيلم ابي اعالج فيه قضيه معينه، المشكله ان في شيء يسمونه ذا بيردن اوف ريبريزنتيشن،
ان انت تكون شايل على عاتقك مسؤوليه ان انت تمثل دولتك او تمثل مجتمعك. في الواقع الدوله لها متحدث رسمي باسمها، لا انت مطلوب منك تمثل ولا الدوله قاعده تعطيك فلوس عشان تمثلها. لا لا، في 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 ناس، في مكتب اتصال حكومي، في متحدث رسمي باسم وزاره وباسم دوله عادي، هم هم متكفلين بنفسهم، ما يحتاجونك انت تمثلهم. انت مثل نفسك، انت عبر عن نفسك، انت ناقش فكرك الخاص، انت ما في داعي، ما حد طلب منك ترى ان انت تمثل دوله. هاي عبء كبير، هاي مسؤوليه كبيره، والدوله ما طلبتها منك كلش، فما في داعي انت تكلف على نفسك. في المجال الدوله وظفتهم حق هالشيء، اي يعني لا تشيل على نفسك عبء انه والله انا بيمثل. انت في هاي المطاف ما تمثل الا نفسك. لا انا مور لايتر نوت، في العشر سنين اللي طافت شفت طبعا، انت قلت تكلمت ان في تغير كبير في الاندستري هنا، وين تشوف الاندستري رايح في العشر سنين الجايه؟ شوف انا الاندستري ولا لا، انا احس في طموح كبير لصناعة أفلام روائية طويلة. أنا أشوف أنه خلال العشر سنين الجاية ممكن نشوف فيلم روائي طويل كل سنتين، يعني سنتين من اليوم ممكن نشوف فيلم روائي طويل، بعدها بسنتين ممكن فيلم روائي طويل. فأنا أتوقع أنه في العشر سنين الجاية بنشوف على الأقل خمس أفلام روائية طويلة. أنا أشوف أنه في استثمار حقيقي وفي اهتمام حقيقي في مجال الانيميشن، وايد ناس قاعدين يكرسون وقتهم لصناعة افلام الانيميشن. فانا اتوقع انه يمكن مش خلال العشر سنين، ممكن خلال العشرين سنة الجاية نبدا نشوف استديوهات انيميشن بقدرات انتاجية عالية تبدا تتشكل في الدوحة. اي انا يعني اشوف انه يعني واقعي اكثر ان نشوف استديوهات انيميشن في العشر سنين الجاية قبل ما نشوف استديوهات انتاج لايف اكشن. لكن مش هاي يعني تشخيصي انا للعشر سنين الجايه، ممكن اكون على صواب ممكن اكون على خطا. الانيميشن ما يتطلب، يعني اذا انت بتصور فيلم لايف اكشن تحتاج مصور، تحتاج مهندس اضاءه، تحتاج طاقم عمل كبير يكون موجود اون جراوند قاعد يشتغل، تحتاج اتليست فريق من 20 شخص يكون موجود، وتحتاج الممثلين يكونوا موجودين في البلاد، الكل يحتاج يكون هنا. لكن لما تسوي فيلم انيميشن تقدر تستعين بناس عبر الانترنت، حد يسجل صوت في المانيا، حد يسوي لك شيدنج واللايتنج في لبنان، حد يسوي لك تصميم الشخصيات من الهند، وانت تدير العمل من الدوحة. فواقعيا اشوف ان اسهل اي يعني ان نشوف استديوهات انيميشن تنولد في الدوحه، اتوقع ان هاي شيء بنشوفه اكثر من استديوهات انتاج لايف اكشن، بسبب يعني بسبب ان شلون مرتين الانترنت يعني اختصر المسافات في 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 في, في هالامور، والانتاج صار انتاج عالمي اكثر بدل ما يكون انتاج محلي. يعني احنا حتى في الافلام في السينما يعني كنا نواجه مشاكل من دور في اف اكس ارتست في الدوحة، في ناس موجودين مستواهم، في ناس ممتازين طبعا غاليين جدا، في ناس مستواهم عادي وبعد غاليين جدا لأن السوق صغير، ففي ما تقول نوع من الاحتكار على الانترنت. يعني في لقيت صعوبة مثلا في أثر أحد الأعمال اللي اشتغلنا فيها مؤخرا، ان نلقى ناس تشتغل لك على شيء، يعني يقول لك والله انا هاي شغل كذا ويرويك شغل معين اونلاين، عقب لما يرويك الناتج شيء يختلف تماما عن اي شيء قبل كنت سواه. فكان وايد صعب، بس كانيميشن يمكن يكون اسهل. يعني اي يعني الحين حتى في الانتاج اللايف اكشن جزء كبير من عملية الإنتاج تصير on the ground مع الممثلين والمصورين ومع الأشياء، لكن حتى عمليات المونتاج والcolor correction والmixing وهالأشياء صارت تصير international. فيعني كل ما يكون العمل يتطلب بشغل أكثر in post، كل ما بيكون انا اشوف انه يعني ممكن هاي الشيء يزيد التكلفه اكثر، لكن بيسهل العمليه الانتاجيه لانه ممكن تلقى موهبه في اي مكان في العالم to get the job done. ما في داعي تعتمد على انه
البول اوف تالنت يكون موجود محليا. صح. زين امسك سؤال الحين يعني يبتعد شوي عن هالمجال. في شيء انا دائما اواجهه في السوق انه يجيك كلاينت معين يقول لك والله انا ابي تصور لي المشروع الفلاني بالكاميرا الفلانيه. وهو يكون ما يعرف ولا شيء عن هالكاميرا. فانت تقول له اوكي ليش؟ يعني عطني سبب فسر لي انت ليش تبي بالكاميرا هذه؟ يقول لك ما ادري يا اخي قالوا لي هذه احسن شيء في العالم فبصور فيها. انت تصور دعايه، دعايه ما تنزلها في انستغرام ولا في يعني تويتر ولا يعني ليش اروح يعني ليش انت تكلف على نفسك وتستخدم هالكاميرا هذه؟ صور 8K حق انستغرام. ايه هلا انا ابي كذي قالوا لي احسن شيء وهاي. يعني تتوقع شنو هي المشكله هنا يعني وين ياتها؟ شوف دائما في كل مجال انت تتعامل فيه مع كلاينت مع يعني حتى كمصمم لو بتي يجيني مشروع والله حد يبي يصمم فيلا ولا يبي يصمم غرفه ولا صاله ولا ميلس ولا هاي دائما الكلاينت عنده تصوره الخاص للموضوع. مشكله الكلاينت انه ذوقه مش حلو وما يعرف. لو كان يعرف كان ما احتاجك انت تسوي. صح. لكن في نفس الوقت هو يعتقد ان يعتقد الكلاينت دائما انه عنده القدره انه يتخذ هالقرارات التقنيه والقرارات الابداعيه. ف انا اشوف ان جزء كبير من الشغل مع كلاينت يعتمد على شطارتك انك تكون سيلز ايجنت. انت مش لازم بس يعني لازم مش بس تنفذ العمل لازم تبيع له كيفيه انتاج العمل. واحيانا ممكن يختلف معك يقول لك لا والله انا ابي هاللون او ابي هالخلفيه وممكن قراره ما يكون القرار الصحيح. فهي يعتمد على شطارتك ك سيلز ايجنت انك او سيلز بيرسون انك تروح والله تبيع له هاي الفكره تبيع تقنعه ليش هاي هو افضل اختيار ممكن. واحيانا يعني هالشيء يعتمد على ان انت تراوي بريسيدنت او اعمال ثانيه مشابهه وتقول اشوف هني شلون سووا شوف هني سووا. يعني في 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 لك ك كرييتيف انديفيدوال مسؤوليه تثقيفيه على الكلاينت. انت من خلال هاي العمل تبي تنتج عمل جيد يشرفك انت كانسان كرييتيف وفي نفس الوقت يعني التكس ذا بوكس حق الكلاينت انت تعطيه اللي هو يبي. فاحيانا ممكن يكون تلقى نفسك تضطر ما يكون لك دور تثقيفي تحاول تبيع فكر جديد تحاول تعلم الكلاينت مالك ان تصوره مش التصور الصحيح. لكن الريسك في هاي الموضوع دائما ان انت ممكن تخسر هاي الكلاينت يقول لك والله هاي ما قاعد تفلسف علي ما ادري شنو انا راح ادور لي واحد ثاني. ف يا الموضوع موضوع اويرنس بشكل عام. يعني لو يعني هاي الشيء الواحد الصراحه يعني انا ما اقدر افكر في هالموضوع بدون ما اعتب على وزاره التربيه والتعليم. يعني انت مش قاعد تنمي الثقافه الادبيه والفنيه في الطلاب. في تركيز كبير على موضوع STEM ساينس تكنولوجي انجينيرنج ماثماتكس. بس مفهوم STEM مفهوم يعني يعتبر نوعا ما شوي بدا يصير قديم. الناس قاعده تتكلم عن STEAM ساينس تكنولوجي انجينيرنج ارتس اند ماثماتكس. لان في نهايه المطاف انت ما تبي تصنع ناس روبوتات تبي تصنع ناس تعرف تعبر عن نفسها تعرف فاهم شخصك. فهاي التوجه بشكل عام بدا يتغير. لكن احنا محليا ما زال يعني ما عندنا مثلا مواد تتعلق بالادبيات والدراما والفنون. يعني منهج هل فعلا في منهج تربيه فنيه تروح تحضر حصه فنيه يقول لك ارسم رحله الى البر ولا قاع البحر؟ لكن وين المنهج؟ وين كتاب التربيه الفنيه؟ لما تروح مدارس اجنبيه في امريكا عندهم الواحد لما يتخرج من المدرسه يعرف الحركات الفنيه ويعرف تاريخه. هو كامريكي تاريخه الفني يتعرف على روثكو يتعرف على اندي وورهول يتعرف على فنانين من وطنه ويتعرف على توجهه الفني مقارنه بالعالم. يتعرف على مايكل انجلو يتعرف على فنانين من ايطاليا من اوروبا من افريقيا.
إيه فاحنا وين هاي الخلفية الفنية عند المواطن؟ يطلع لك طالب من المدرسة عنده خلفية عامة عن العلوم وشلون تشتغل، لكن ثقافته الفنية ليس ثقافته الفنية وايد بسيطة. فمن هالناحية، من ناحية ليش يعني ليش الكلاينت ما بتكون عنده الخلفية الفنية اللي ممكن تسهل عملية التواصل بينك أنت كرياتيف إنديفيدوال وبين الكلاينت؟ العتب علينا والله الكلاينت ما كان عنده الخلفية الفنية اللي وفرتها له المدرسة. سؤال متصل، في عندنا شيء احنا دائما نشوفه في مجالنا، ان بالذات الشباب الصغار يطلعون اوبسست بالجير، ان يعني بالذات يعني المصورين والمخرجين يقول لك انا بشتري الكاميرا الفلانيه، بشتري العدسه الفلانيه، بشتري الاضاءه الفلانيه، بشتري كذا، فتلقاه يستثمر يعني بشكل مينون في الكاميرات كبيره، في اضاءه كبيره، في عدسات كبيره اكبر من مستواه الفني اللي هو قاعد يشتغل. لما تناقش مثلاً يعني واحد مخرج ثاني فيلم يبي يخرجه يعني هو يقول لي أبدأ أصور بآري أليكسا الأف وعدسات مش عارف إيش، قلت له ليش؟ يقول أنا شفت المسلسل فلاني في نتفليكس يصورون بهالكاميرا وعدسات أبي نفس اللوك، فهذا السالفة مو في الكاميرا والعدسة. ما يفهمون المشكلة في مش مشكلة يعني التشالنج الحين ان التكنولوجيا الحديثة في التصوير تسوي نفس الشغل، تعرف اذا كاميرتك جيدة بتطلع عندك صورة حلوة، لكن هل الصورة فنيا حلوة؟ مش تقنيا حلوة، تعرف مش يعني at the end of the day الكاميرا بتوفر لك صورة شارب واضحة، اذا عندك عدسة جيدة بيكون عندك مستوى depth of field جيد، هالاشياء. ف طبيعي انك تلقى الانسان المبتدئ ممكن ما تكون عنده ثقه كبيره بامكانياته او كمخرج يحاول يتكئ على معدات ممكن تملا هاي الفراغ، يقول لك والله هاي الكاميرا بتطلع الصوره حلوه، انه حتى هو لو 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 ما كانت عنده الثقه الكافيه في امكانياته او ما كانت عنده الامكانيات الكافيه اللي ممكن تصنع صوره فنيه، يقول لك والله الكاميرا بتطلع صوره حلوه ريجاردلس. فهاي الشيء يتوقع يجي مع الخبره. إيه يعني كل ما تزيد خبرة المخرج كل ما بيعرف إنه التصوير مش التكنولوجيا اللي إيه مش التكنولوجيا يعني اللي بتصنع فيلم جيد، أنت كمخرج موضوعك قصتك وجهة نظرك أسلوبك في النقاش هو اللي بيصنع فيلم جيد. يعني مخرج مثل ستيفن سودربرغ عنده فيلم أنسين مصور كامل على آيفون 7 شو اسمه بيكر المخرج نسيت اسمه شيء بيكر اللي سوى مش باكر بيكر اللي سوى The Florida Project فيلم اللي قبله كان اسمه تانجرين فيلم سافر وراح مهرجانات وحصل على جوائز يعني حتى جوائز في السينماتوغرافي الفيلم مصور على آيفون 5 تعرف بيست جريب وعدسات آيفون 5 في نهاية المطاف التكنولوجيا يعني مش مهمة بقدر إمكانياتك أنت إمكانياتك أنت كمخرج هي اللي في النهاية بتطلع فيلم مؤثر. يعني الناس تحضر مسرح يعني مينيماليست ثياتر ما في ست، تلقى واحد بس واقف في غرفة ظلام ومع نفسه يؤدي، وانت ممكن تقاعد وتشوف المسرحية وتتأثر وتصيح، وهاي مع انه ما في لا معدات ولا إضاءة ولا ست ولا في هذا المطاف الموضوع احساس، شلون ممكن توصل الاحساس معين للجمهور. اذا كانت مثلا هالكاميرا بتساهم في انك توصل هالاحساس اذا هي الاختيار الصحيح، لكن مش انا والله اختار كاميرا لان بطلع الصوره جيده، اوكي طلعت صوره جيده لكن وين الاحساس؟ ليه صح؟ كل واحد يشوفها وما يتاثر فيها. حتى الاضاءه نفس الشيء، الاضاءه تلعب دور كبير، الست يلعب دور كبير، الفلاتر تلعب دور كبير، الفريمينج الميزونسين بشكل عام، وين تحط الاشياء؟ وين تحط الاشياء في الفريم مالك؟ شلون بنشوف هاي الاشياء؟ شنو الاضاءه اللي عليها؟ هاي كلها عوامل تاثر، مش موضوع كاميرا وبس. صح، يعني اذا على موضوع الكاميرا انت تشوف في وايد مسلسلات رمضان
زي ما راح اذكر الدول اللي تسويها، بس وايد مسلسلات رمضان تصور باري ورد يعني هاي اغلى كاميرات في السوق، لكن الصوره يعني تحسها كانها مسلسل التسعينات. ليش؟ اي صح يعني كانه فريم من التسعينات لكن اوضح بس. بس اي فانت يعني الكاميرا بتعطيك صوره نظيفه، بتعطيك صوره شارب، العدسه بتعطيك دبث فيلد محترم فاين، لكن هاي مش ما لها قيمه فنيه، هاي مجرد تكنيكال سيتنجز. صح مش ما ما في قيمه مضافه. اي فانا يعني تعرف نفس ما قلت انت هو جزء من شغلنا احنا تثقيف الناس معانا اللي حوالينا المجتمع بشكل عام في المجال مالنا يعني. فانا لاحظ ان ترى مجالي جديد، صعوبه اكبر ان انا مثلا اتكلم مع شخص نقنعه ان يا ابن الناس ترى انت ما تحتاج الكاميرا، ما تحتاج هالعدسة، يقول لا لا بس انا بيها وكذا وهاي. ايوه والله كيفك، والله فلوسك ايه كيفك فلوسك على راحتك يعني. في نهايه المطاف انت كدي او بي شاطر بطلع صوره، بطلع صوره جيده بغض النظر عن الكاميرا. اذا جاب لك كاميرا اغلى اوكي احسن واحد احسن، بس هو ما يحتاجها. لكن اذا الريال يبي يقط فلوسه في البحر على راحتك، انت نصحته لا تقطع راحتك فلوسه. اي صح. اي شو تسوي بعدين؟ والله فهد استمتعت معك بصراحه بالحوار، وصراحه السوالف ممكن تستمر ساعات طويله، بس اسمح لي اني تنرفزت شوي في النص وبربرت وايد على مخك. لا لا عادي بالعكس، حتى لكن بعد اسئلتك تحرر صراحه يعني، تفتح مواضيع تحرر. لازم يكون الحوار شيق شوي. قصرت حبيبي ومشكور فهد. اتمنى ان اكون يعني ضيف خفيف على جمهورك وما اكون ثقلت عليكم ان شاء الله. مشكور على الاستضافه صراحه، وايد انا استانست معك، اكيد الجمهور استانس معك. حبيبي حياك الله، مع السلامه. مع السلامه.